النجم الكبير كابتن شريف الخشاب، المدير الفني السابق لانديه كبيره وعديده. كابتن شريف ازي حضرتك، وتحيات الكابتن عادل طعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن اسلام، تحياتي ليك، تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبير الكابتن عادل طعيمه والكابتن عادل عبد الرحمن ولكل الساده المشاهدين. اهلا بك يا كابتن شريف. يعني خليني ابدا مع حضرتك، غدا بكره ان شاء الله بدايه موسم جديد، شايف الدوري السنه دي هيبقى عامل ازاي يا كابتن شريف؟ والله الدوري السنه دي واضح كده ان الانديه كلها بدات تستعد، وان كان يعني الدوري هيبقى مضغوط شويه، كل 3 ايام ماتش دي هتبقى صعبه شويه، ولكن اعتقد ان الانديه كلها عندها طموح، الانديه كلها عندها فرصه ان هي تخش الدوري بقوه، وخصوصا ان انا لو بصينا للسكواد بتاع كل الانديه هتلاقي في انديه بتعمل نفسها بشكل كويس جدا زي المصري زي الاتحاد الاسكندري وطبعا موجود بيراميدز والاهلي والزمالك داخل معاهم، فيوتشر داخل في سيراميكا برضه بسكواد كويس، فيعني شايف البنك الاهلي برضه وفاركو، فاعتقد ان الماتشات كلها هتكون صعبه. الفرقه اللي هيبقى عندها نفس طويل او بديل كف، وبالتالي هيبقى عندهم قدره للمواصله بشكل كويس جدا، لان زي ما انت عارف مش المشكله انك تكسب ماتش او اتنين في الاول، المشكله هو النفس الطويل والاستمرار في المنافسه. مظبوط. اعتقد المنافسه تبقى شرسه جدا ما بين الاهلي والزمالك، وهيخش معاهم بيراميدز، وبالتالي ممكن حد رابع يا كابتن شريف؟ طبعا في موجود فيوتشر هيخش بقوه كمان، اتحاد اسكندري عامل فرقه كويسه جدا، تعرف ده بس موته من المصري وعنده مبلول وهداف الدوري السنه اللي فاتت، هداف فرقته السنه اللي فاتت، خد محمود علاء من الزمالك وشفتهم واتفرجت عليهم، فرقه كويسه جدا. كمان المصري عامل فرقه كويسه وعنده قدره ومقومات سواء الامكانيات الماديه والفنيه من الدخول في المنافسه. البنك الاهلي برضه فرقه كويسه، انما انا بتكلم على مش المهم انك تكون فرقه كويسه بس، المهم انك يكون عندك النفس، هتتعرض لايقافات لاصابات، فالمهم يكون عندك الصف الثاني بنفس قوه الصف الاولاني. كابتن شريف المحله ومدير فني اجنبي من زمان، يعني ما شفناش هذه التجربه في المحله، وجهه نظرك ايه؟ والله فاسيليو يعني طبعا اليوناني، يعني انا عندي قناعه شخصيه، انت عارف اسلام ان انت عشان تجيب مدير فني زي ما الاهلي والزمالك الفرق الكبيره دي بتعمل كده، لازم يكون عندك قدره انك تجيب مدير فني يعمل اضافه للكره المصريه، بالظبط زي ما بنيجي نقول عايزين نجيب لعيب محترف، فلازم يكون اضافه للعيبه المصريين مش اي لعيب محترف وخلاص، وبالتالي لازم عشان نجيب مدرب، تعرفين بفاصله على دماغ المدرب كويس جدا مع احترامي له، يعني انما له تجربه سابقه مع وادي دجله ما كانتش بشكل كويس. نعم. وبالتالي مش العمليه ان احنا نجيب مدرب اجنبي وخلاص، المفروض ان انا عشان اجيب مدرب اجنبي زي ما شفنا كده في النادي الاهلي مدرب له قيمه، نادي الزمالك مدرب له قيمه بيضيف للكره المصريه، والمفروض ان كمدربين نستفيد من المدربين اللي يجي يعملوا اضافه، انما لما اجيب مدرب في مدربين موجودين في مصر اكثر منه يبقى مش 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 عمله صعبه بتخرج وخلاص، لازم اعمل اضافه كمان سواء في لعيب او مدرب. اتمنى له التوفيق طبعا كنادي غزل المحله، واتمنى انه يعمل نتائج كويسه، ولكن برضه مع احترامي الشخصي مش شايف ان هو الاكفأ لنادي غزل المحله. حتى السكواد بتاع المحله شايفه ازاي برضو يا كابتن من وجهه نظرك؟ ضعيف جدا طبعا، لان سكواد المحله تاخر جدا، وزي ما انت عارف طبعا تم تغيير مجلس اداره كره القدم الموجوده، مشى المهندس علي العباسي ومشي خالد كرم، وبالتالي في مجلس اداره جديد اعتقد جابوا لحد دلوقتي هو تم خليل فقط لا غيره، لسه في جابوا وليد خليل عضو مجلس اداره اعتذر رفض انه يكون متواجد، وبالتالي اللخبطه في المنظومه الاداريه خارت انك تجيب لعيبه، ولما جيت تجيب لعيبه جبت يعني اللعيبه اللي هي فاضله من الانديه مش اللعيبه اللي هي تعمل اضافه لنادي المحله، وخصوصا ان مش منا عندك يعني لعيبه اعتقد ان هم عمود فقري للفرقه، انا مش محمد فتح الله راح طلع الجيش ومعاه يحيى حامد خط الظهر، مشى هشام بلحه ده مفتاح لاعب مهم جدا في الفرقه من قدام في ناحيه الشمال، مشى في نص الملعب احمد، يعني في لعيبه مؤثرين مش المحله، الاستخدامات اللي جت
أيوة. مش الاضافه القويه زي ما انا بقول كده. المصري جاب وصل الموطه، صحيح. احنا كلنا عارفين ان المحله السنه اللي فاتت بتعاني ما عندهاش الا عبده يحيى فقط لا غيره، وما هواش اصلا مهاجم بس حرب، صريح. صحيح صحيح. وبالتالي كلنا عارفين ان نادي المحله كان من السنه اللي قبل اللي فاتت بقالنا سنتين بنقول في احتياج لمهاجم قوي وصريح افريقي او على الاقل مصري مؤثر يعرف طريق المرمى. للاسف سنه بتمر ولا سنه وبرده نفس الخطا ونفس العيب اللي بنقع فيه، ناقص عندنا المهاجم القوي اللي نقدر نقول عليه مهاجم صندوق يقدر يخلص الماتش زي ما شايفين كلها في الانديه كلها. يعني كل نادي المفروض عنده، لو جبنا اي نادي هتلاقي زي ما قلت لك الاتحاد عنده السلموت وعنده موبلولو، لو قلنا النادي الاهلي عنده ثلاثه اربعه، الزمالك عنده لما تيجي تقول المحله ما فيش الا عبده يحيى بس، يعني الامور هتبقى صعبه يعني. اي حاجه ما فيش اي بديل كفء يلعب في نفس المركز، وبالتالي تمام العمليه هتبقى صعبه جدا على غزل البحر. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن شريف الخشاب، بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الفنيه.